إذا اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في ثامن أشواط هذه الأمسية. أولى الأشواط الرئيسة جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية مفتوح الدرجات عمر الأربع سنوات فأكثر تتنافس على مسافة 2400 متر مسافة 12 فورلونج دورة كاملة حول المضمار يتقدمهم الاحتياطي الذي ناجح بالدخول بتسريع الشوط لإخوان المشاركين من نفس الشعار جاستاتاد في المرتبة الأولى بفارق ثلاث أطوال عن أقرب منافسي بما تورنادك في المرتبة الثانية غاندي مولتلبان في الثالثة كاريبينو في الخامسة سنو أوشن كذلك بالمطاردة والخطيب في السادسة من خلفهم في دفعة ثلاثية هنالك الوالي وإن فاميلي وكذلك بيتر ذا كريت أمتع من خلفه لوغانيني ودارك تستمر في المنعطف الثاني في هذا الشوط لا يزال يتقدم جاستاتات في الحضور الأول في هذا الموسم بفارق ست أطوال عن أقرب منافسي تورنادك فيما غاندي مونتالبان في المرتبة الثالثة وكاريبينو من المسار الخارجي في المرتبة الرابعة وكذلك سنو أوشن في الخامسة بيتر ذا جريت في سادس المراتب من خلفه الإنتاج أمتع يتمركز سادسا وكذلك دارك سيستمر والوالي من المسار الداخلي أونتي مارغريت من بينهم يبحث عن مسار الآن 1200 متر انقضت في هذا الشوط بدأت المسافات المهمة والتكتيكات بدأ يتقلص الفارق جاستاتاد عن أقرب منافسي هنا الألف متر الأخيرة بدأ تورنادك وغاندي مونتالبان ينتظر الإشارة من محمد الحبيل وكاريبينو من المسار الخارجي هنا الثلاث القادم في هذا الشوط وقبيل المنعطف الأخير 800 متر الأخيرة 1600 بدقيقة و46 و34 أجزاء من الثانية كاريبينو وغاندي مونتالبان في المرتبة الأولى بالتحدي تورنادك في المرتبة الثالثة لوغانيني قادم من المسار الداخلي يبحث عن مسار أمتع يتمركز سادسا وكذلك الخطيب يبحث عن مسار يتقدمهم غاندي مونتالبان لوغانيني قادم وأيضا من بينهم كاريبينو التوفورلينج الفاصلة وصراع جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية يذهب لمن قام بالتبديل غاندي مونتالبان لوغانيني أعطاه الإشارة هنا أليكسيس مورينيو الخطيب من المسار الخارجي قادم من فاميلي يبحث عن مسار توجه إلى المسار الداخلي لوغانيني يحافظ بدأ بتوسيع الفارق إن فاميلي قادم الخطيب بالقدوم لوغانيني ابن زفني يرافق نشوة إلى تسجيل هذا الانتصار لوغانيني ابن زفني بشعار ابناء فيحان فيصل منديل تدريبات نايف المنديل والقيادة لأليكسيس مورينيو شاهدنا أخته من الأم في يوم أمس نشوة ابنة فرانكل التي حققت الانتصار يأتي في هذا المساء لوغانيني وفي المضار